قبل أن نغوص يعني في التحليل، المؤشرات الآن اللي عندنا مع أدوات الإحصاء البنك المركزي تنحى في هذا الاتجاه وإلا لا؟ المؤشرات اللي عند البنك المركزي ومعهد الاحصاء، معهد الاحصاء نعرفوا اللي مش قاعد يعمل في مسح صحيح بالنسبه لنسبه التضخم، لكن اذا كان نمشي ونشوفوا عجز في الميزان التجاري اللي هو 25.2 مليار دينار قاعد يمشي ويزيد العجز، يعني لهنا جراء اللي العمله نتاعنا قاعده تطيح قدام يعني تنقص قدام الدينار قدام الدولار والأورو. هذه الحاجة النقطة الأولانية. قائم الدين ديون اللي عنا من برا نلقاو اللي قائم الدين عمال يمشي ويرتفع، لكن هنا نطلبوا من معهد الأحصاء اللي هو يصلح في نسبة التضخم اللي عنده، خطر التضخم اللي كان نحسبوه نحن وحسب مرة اللي فات في الحصة الفارطة عطيت معك شوية ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية نلقاو ارتفاع كبير اللي هو نسبة التضخم تفوت 15%. هذه حاجة بالنسبة للتضخم. بالنسبة للفلوس نجيو الميزانية متاع الدولة، ميزانية الدولة فيها خدمات دين اللي عنا فلوس باش ندفعوهم للخارج سواء كان المنحين الدوليين هي 15.2 مليار دينار تونسي، مع بدون احتساب نسبة الفائدة. الدولة ما عندهاش منين تجيبهم هذوما، لازمها تمشي تقترض من الخارج، ونحن مرتبطين بصندوق النقد الدولي، يعني نحن توا في الوقت الحالي لازمنا ناخذوا فلوس باش نجموا نخلصوا لهم القروض نتاعهم، وهذا ماهوش موجود. اثنين، اذا كان باش نعتمدوا على الموارد الذاتيه يعني على الجبايه بطريقه مباشره وغير مباشره، نعرفوا اللي هذا ما يكفيش باش يمولنا حتى نفقاتنا الخاصه بدون باش نحسب الاقتراض اللي هي الاجور واللي هي الدعم واللي هو دفع للعائلات المعوزه، هذا كيف كيف ماهوش باش يغطيهم. يعني كي نقراو بصفة عامة شنو قاعد يصير في تونس، نعرفوا اللي تونس فقط متوجهة على مدار سنتين من 25 جويلية 2021 على الاقتراض الداخلي. الاقتراض الداخلي من عند البنوك بطريقة غير مباشرة، والبنك المركزي راهو قاعد يمول في الدولة، لكن بطريقة غير مباشرة عن طريق السندات الحكومية. السقف متاع الاقتراض الداخلي عليه برشا عليه، يعني البنوك ملي كان دورها اللي هو دفع الاستثمار اللي بالاستثمار هذه كنزيدوا في عجلة الانتاج نخفضوا في نسبة البطالة، ما عادش بتقوم بدورها ولات الأساسي، ولات تقوم فقط بدورها اللي ماهوش مجبورة انها تعمله اللي هي تمول نفقات الدولة. وهذا عنده سقف بطبيعة الحال خلود، عنده سقف وعنده زاد كيف كيف نتائج سلبية. كان البنك المركزي قاعد يطبع في الفلوس، خاطر البنك المركزي ما نجمش يطبع عملة أجنبية، نجم يطبع كان العملة المحلية. نعم. إذا كان قاعد يطبع واللي نعرفوه قاعد يطبع في الفلوس، إذا كان قاعد يطبع في الفلوس باش نلقاو ارتفاع في نسبة التضخم، نطبع من دون إنتاج. في كلمة، كل المؤشرات الاقتصادية المحلية تشيء بإمكانية حصول هذه الفرضية؟ مش إمكانية توا في الوقت الحالي. إذا تقولوا فما تخلف عن سداد جزئي، رغم هما قاعدين يحذروا عن تخلف عن سداد الكلي في الأشهر القادمة، عندنا برشا فلوس باش ندفعوها في الفترة الجاية، والدولة ما عندهاش عملة صعبة كافية باش تنجم تخلص. وحاجة أخرى، وكالة التصنيف الدولي عندنا شهر تقريبا ولا شهرين ملي هبط التحذير، راهو التحذير هذاك كي تقول لك موديز الدولة هذيك ذو مخاطر عالية وغير قادرة على إيفاء بالتزاماتها، إيش معناها؟ يعني الدولة هذيك كان أنت باش تمشي تسلفها فلوس راهي غدوة ماهيش باش ترجع لك فلوسها خاطر ما عندهاش العملة الصعبة. يعني التحذيرات جدية بحسب المؤشرات الاقتصادية. دكتور